وصلت النعام عند ابو حبيبه. صباح الفل ابو حبيبه. احلى صباح يا عم الحاج. ربنا يوسع عليك وانت بتقدم حاجه فريده من نوعها في السويس. الله يصلح حالك يا باشا. ولازم يغنيها عشان يقدر يتحكم ايه في حركتها، ولازم يمسك من بوزها يا جماعه. طبعا نزول النعام بيبقى صعب جدا لان هي واخده على الحياه البريه، ما بتحبش حد يتحكم في حركتها. اعدل الشراب على بوز. شايفة دي، شايفة دي، شايفة. بيحاولوا ينزلوا الذكر يا جماعة. الذكر يا جماعة بيبقى عافي جدا ولازم يعملوا له حركة دي عشان يدوخوا. يلا يلا وحش. هو في الحياة العادية الزوج الذكر بيبقى ليه نتايتين يا جماعة. الذكر وادي الزوجين بتوعه، زوجتين بتوعه، هي دي أسرة. مش اسره، لا ده حاجه. الاسره بتبقى ذكر وانتيتين بس ليه صغير ده صغير. اه يعني لسه صغير سن. لسه صغير في السن يا جماعه. هنا بتجد الصعوبه انك انت تروضها وانت تحافظ على صح الكلام، لان يمكن اول مره يتمسكوا. ها يا بنت شفتوا يا جماعه المعاناه والصعوبه، ان هي التجاره مش سهله يا جماعه. بصوا يا جماعه من علامات الذكر لازم رجليه تبقى محمره شويه كده. لا انا ماسك. هو بيعمل كده ليه؟ بينفخ. بينفخ عشان يعني حلف الغضب. عايز يهيج. عايز يهيج. احنا عندنا كل لازم ناكل السوس كلنا عارف. باذن الله. بالصلاه على النبي. ان شاء الله. واعلى لحم. وارخص من اللحم. ارخص من المستورد. الله ينور عليك. البرازيلي. الله ينور عليك. طبعا يا جماعه فتح الخير في اول السوق. ربنا يوسع عليه. دينا والمسار ربنا بالصلاه على النبي. ان شاء الله. قال الحمد لله يسأل على كده. ان شاء الله متوفر كل يوم. ان شاء الله ربنا، لا كل يوم بعون الله. كل يوم. الذبح مستمر بالصلاه على النبي. تمام يا جماعه. على طول ان شاء ربنا. الكيلو ب 370. بالظبط. وفي منبار. وفي كبده. في عجل منبار وكبده وقناصه وقلب وعكاوي ورقبه. في وفي كوارع زي الدبيحه بالظبط وفشش كل حاجه. انت جميل وربنا يوسع رزقك. على دماغنا يا عم الحاج. الله يصلح حالك. طبعا يا جماعه بيتم نزع الريش. وطبعا المعلم الجزار اعلى معلمين السويس. ربنا يحسن ما بين ايديك يا حبيبي. وهو حبته بالصلاه على النبي المعلم محمد الجزار ناموس. يا سيد 370 الله ينور. كل حاجه انت ربنا يوسع رزقك. بيستعد الجزار
للتعامل مع التشفية وفصل الأجزاء بتاعة النعام. بسم الله. يا عم انا عايز ريشه. طبعا الريشه البيضة دي ايوه هي دي بقى ايه؟ الله ينور الهوا. ايوه الريش والزينه ده بتتسبك اساسا. أيوة يا باشا دي بتتعمل فازات. الله ينور. شجره ريش نعام ب 14000 و15000. احنا عندنا الريش هنا بنصدره كمان. الله ينور عليك. للشجر الزينه للفلل للقعده الاستراحه لكل حاجه. الله اكبر. الصلاه على النبي. الصلاه عليه. السلام عليكم يا حاجه. وعليكم السلام. شايفك منتظره لما ينتهي عشان عايزه لحم. انا رن عليه من الساعه 10 الصبح. ايه رايك في لحم النعام؟ لا بصراحه لا يعلى عليها. طب اوصف للناس طعمه كده عشان تشجع. حته لحمه لوز طريه كده جميله ما بتاخدش 10 دقايق على الدوام. شوي احلى ولا سلق ولا طاجن؟ انا صراحه سلقتها وعملتها طاجن. طاجن بسله ولا باميه ولا بطاطا؟ طاجن ساده بس بالبصل. الله يا معلم. ينزل عليك بالعافيه والصحه يا رب. يعني مش اول مره حضرتك تجربيه؟ لا مش اول مره. ومتصل عليه عشان اول مره؟ عليه. انا خدت مره جيت خدت اول ما جربتها خدت 2 كيلو وخدت ده جيت خدت ثاني 4 كيلو وخدت ثاني 4 كيلو. واديكي مستنياه اهو. اه ده انا متصله بيه الساعه 10 الصبح قال لي بعد 12 مش عارف. اكبر يعني احنا الحاجه بتشكر فيك قوي. اه الحاجه بالصلاه على النبي والغيره وغيره كل اللي ياخد مننا بالصلاه على النبي حاجه. الله اكبر. وان شاء الله من خلال الفيديو ده بيجيب لنا حبايب والقرايب ان شاء الله. وانا من قناه جوهر السويس على دماغنا هنعمل علينا ان شاء الله. على دماغنا يا باشمهندس على دماغنا. شكرا جدا يا حاج. ما لا لا انا مشكرين جدا. انا من نوع اللي حاجتنا الحمد لله. اصل استحاله تجامل وتقعد تستني. مش بجامل يعني انا بالاكل بالذات ما احبش حد. اكل الملوك يا حاج. ايوه الله يبارك. ثاني خش على اللوك. ده الجلد ده الجلد بتاعه. احمد توفيق بلا لحظه على 10 مليون. تعال محمد افرد لي الجلد. افرده لي. الجلد ده بيروح مصانع للتعامل معاه احلى تعب. كل الصناعات الجلديه يا جماعه. لا هاتها من بره من بره من بره من بره غير اهي. يفطر لبره يفطر لبره. جنب موقف السيد هاشم الميكروباصات الصغيره يا جماعه. اول دخلت الحلقه سوق الانصار. تمام اهي فتحه خير يا جماعه. صاحي بيبيع جمله وقطاعي. تعالى هندسه بقى نفتح يا هندسه. دي العكاوي بتاعتها. العكاوي العكاوي دي عايزه يعني واحد يكون يعني معلش عريس جديد على الرقبه. الله ينور عليها. العكوة ب 250 يا باشا. 250 270 يا باشا. 270 يا باشا. العكاوي بكام؟ 270 ها؟ ايوه. أحلى حاجة لوز. حاجة لوز. أحلى قلب تاخدها من واحد واحد واحد. يلا معلق. يلا. تعالى يا باشا. الصلاة على النبي. مستشفى ده بيبقى عامل ازاي؟ هيخش على التشفيه المرحله الجايه التشفيه. المفروض ده؟ نعم. المفروض تعمل كده يطلع. بس هو ده المهم ده بيبقى ايه؟ هو لحمه طري جدا بتعمل جدا بس مش كنت في ال ما بياخدش حاجه في الشوي. الشوي بيبقى طعمه جميل جدا في الشوي. الشوي تاكل منه. الله اكبر عليه يعني. واحد واحد بسم الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. وقفها علق كده. دي الماسوره بتاعت رجلينا يا جماعه برضو بتتباع لوحدها. لحم احمر زيه زي المواشي بالظبط. هو
وريني بقى الماسوره بعد ما اخلصها معايا النظار. ادي يا جماعه الماسوره زي ماسوره المخزن الذبيحه خالص، برضه تعمل منها شويه شوربه عدس كده. الله ينور عليها. زي الزغول ده عرق الفليتو طبعا يا جماعه، ده يشم نار بس، ده يشم نار بس، يشم نار بس. ده في الطاسه على الفحم زي ما انت عايز، السمنه البلدي. ادي عرق الفليتو يا حاج حبيب اهو، الله ينور عليك. بيشفي العكاوي يا جماعه او الرقبه، هي العكوه بتاعت النعام يا جماعه. اه يا باشا صل على النبي. الله اكبر الله اكبر، لحم الله اكبر، احلى موزه. لا عم الله اكبر، بالصلاه على النبي. ولك اعلى من الكندوس، ده لحم اعلى من الكندوس 30 مره، بالصلاه على النبي. والله الكندوس الكندوس ابو 500 جنيه بنبيع ب 370 جنيه، بالصلاه على النبي. عايز حاجه يا ابو؟ دي الموزه على بعضها، حته من الجزء من الموزه يا جماعه. نعم 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 ب 370 بالشفه. الله يبارك لك خير. القصر خيب. الله القصر خيب. حبيبي احمد الجهه بتاعتنا في السويس، وربنا الله يبارك في عمرك. الله عليك يا عم حبيب قلبي. يا جماعه في نهايه الفيديو، انا يسعدني ان انا صورت النهارده عند ابو حبيبه. الله يخليك. ادي الفخده بحالها، بسم الله ما شاء الله، فخده نعام مع المعلم الجميل ده، وطبعا مع الجزار اللي شفى وتعب. حاجه ممتازه جدا، حاجه نظيفه جدا، وقريبا باذن الله فتح من الجزار باذن الله. ان شاء الله حاجه الله اكبر. ولحم العم بالصلاه على النبي 320 370 بالصلاه على النبي. لحم الله اكبر. انتظروا مننا كل جديد ان شاء الله في رمضان، والذبح مستمر كل ان شاء الله، والرومي، وان شاء الله تاخدوا احلى معامله واحلى ميزان وميزان حلال، وكل حاجه بالصلاه على النبي و100 100. وفي رمضان كل يوم الذبح ان شاء الله مستمر. في طبعا ديسكاونت اكيد في رمضان بقى على دماغنا، وفي عروض ان شاء الله. لو العروض كل واحد مثلا 3 كيلو احسبه مثلا 3 كيلو على 350. الله ينور عليك. يبقى احلى احلى عرض، احلى عرض رومي على بعضه حي ب 170 يبقى ب 165. تمام تمام. واللحم الله اكبر النعام بالصلاه على النبي، لحم بيوم، وكل يوم من في جديد بعون الله. وان انا بدعوكم يا جماعه تعالوا زوروا محل فتحة خير عند ابو حبيبه واليافطه بالصلاه على النبي مع الحاجين، هتجدوا كل الخير موجود ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.